المنطقة اللي أنا مقيم فيها. المنطقة دي في الحقيقة في مارس الماضي كانت المنطقة دي كانت الأقل في نسبة الإصابات بلا منافس حول العالم. النهاردة رسميا مقارنة بعدد السكان للمنطقة الولونية وعدد الإصابات اللي تم التأكد منها أصبحت أكبر منطقة موبوءة في العالم بلا منافس. وبنتكلم النهاردة أني على في جميع الأعمار المنطقة الولونية دي في جميع الأعمار جميع المستويات جميع الأشكال يعني كورونا ما خلتش في المنطقة الولونية فئة إلا واتصاب. يعني حتى أنا هتكلم هنا كأب مش كصحفي. أنا في الحقيقة برضو اليومين اللي فات اتكلمت المدرسة وطلبت من المدرسة إن هم يأكدوا لي إن الفصل بتاع ابني ما فيهوش حد لأن تبيت أخاف، واكتشفت لا إن الفصل بتاع ابني كمان اللي هم 22 طالب فيهم 3 مصابين. أنا بتكلم على 11 سنة. طبعا كان برضو كانت النتيجة إن أنا خدت القرار من نفسي إن أعدي ابني من المدرسة قبل ما المدرسة تاخد القرار أو الحكومة تاخد القرار وتقفل المدارس. فلا المنطقة الولونية أصبحت يعني العالم كله النهاردة بقى عارف إن في منطقة اسمها المنطقة الولونية. الناس ما كانتش عارفة بلجيكا من الأساس لأن هي دولة صغيرة صحة التسمية. النهاردة العالم كله بقى عارف المنطقة الولونية بسبب إن هي وصلت لإن هي تكون أكبر منطقة في العالم في نسبة الإصابات مقارنة بعدد السكان. طيب مجدي، الاتحاد الأوروبي انه في كلام فرنسا بتطالب الاتحاد الأوروبي انه ياخد اجراءات ضد تركيا بعد كلام أردوغان على الرئيس ماكرون وشكك في قواه العقلية. هل في تحرك في هذا الأمر؟ هل في اجتماعات قريبة؟ ايه اللي بيتم في الاتحاد الأوروبي؟ تمام. الحقيقة ان اولا البيانات الرسمية خرجت من كل مؤسسات الاتحاد الاوروبي بلا استثناء. يعني انا هنا بتكلم على المجلس الوزاري الاوروبي، البيان اللي خرج من شارل ميشيل، من باولو ساسولي كرئيس البرلمان الاوروبي، من المفوضية الاوروبية اورسيلا فان دير لاين، بلا استثناء كانت الادانة واضحة. يعني لفظ الادانة كان واضح كلفظ واضح وصريح انه دين وبشدة وبلا تحفظ تصريحات أردوغان. كان ان في يوم 29 اللي هو بعد 3 ايام في قمه اوروبيه كان يفترض ان هي قمه مخصصه بقى ليها شارل ميشيل علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل في كورونا وان الاوروبيين ياخدوا اجراء موحد للتعامل مع كورونا. النهارده عرفنا ان رسميا مش هيكون بس كورونا، هيكون كورونا وملف اساءه اردوغان للرئيس الفرنسي، وسيتم بحث هذا الملف رسميا في القمه اللي توقف بعد 3 ايام. والقمه برضو بالمناسبه هذه القمه رجعت زي ايام القمم اللي هي كانت في بدايه الازمه، ستكون قمه عبر الفيديو كونفرنس وليس قمة مباشرة بين الرؤساء. وفي الحقيقة ان يعني ادرجوا بند اضافي الأوروبي. ادرجوا بند اضافي فيما يتعلق بإساءة اردوغان للرئيس ماكرون. مظبوط. يعني القمة ستبحث ايضا هذا الملف، يعني هي مش هيبقى عندها غير الملفين دولت، يعني مفيش حاجة ثالثة، كورونا ومسألة لأن في الحقيقة يعني زي ما قال باولو ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي إن ما يقوم به أردوغان هو محاولة لإشعال المنطقة وليس في محاولة منه للدفاع عن معتقدات أو عن دين. يعني القصة ليس قصة دفاع عن الدين، انما هي قصة انتقام شخصي من اوروبا ومن الرئيس الفرنسي لاسباب سياسية لا علاقة لها بالاديان. وحتى باولو ساسولي كان قال يعني اذا كانت القصة هناك من اخطأ في حق دين بالحوار يمكن ان نجد ارضية للتفاهم ويمكن ان نجد ارضية لارضاء الجميع، ولكن بهذا الاسلوب هو اسلوب اشعال وليس اسلوب للتفاهم وهو امر غير مقبول. فبالتالي القصة اصبحت ليس اهانة الى شخص الرئيس الفرنسي، وانما اصبحت قصة سياسية يحاول من خلالها اردوغان استغلال
الدين لإشعال الداخل الأوروبي وللانتقام من أوروبا لأسباب كثيرة. يعني من هذه الأسباب كما هو معروف أن أوروبا يعني وبمنتهى الهدوء والرزانة وقفت لأردوغان في قصة المتوسط ومحاولة استغلاله ونهب ثروات ليبيا والبحث عن الغاز في منطقة القبرصية ومنعوه. يعني بالنهاية هو في الآخر يعني ما قدرش يعمل حاجة يعني عشان تبقى الأمور واضحة، يعني في الآخر قدروا يمنعوه بدون حتى بروباغندا. وقفوا برضو الأردوغان فيما يتعلق بإرسال إرهابيين إلى ليبيا، وزي ما في الآخر انتهى الاجتماع 5+5 فيما يتعلق بليبيا ان سيتم سحب كل المرتزقة والإرهابيين التابعين لأردوغان من ليبيا، وبالتالي هزيمة أخرى. أوروبا قالت لأردوغان وصراحة أنها أن تركيا لن ترى الاتحاد الأوروبي، يعني لن تصبح عضو نهائيا في الاتحاد الأوروبي طالما أردوغان موجود. فبالتالي حلم الشعب التركي ان هو في يوم من الايام كان يصبح ان تركيا تبقى عضو في الاتحاد الاوروبي انتهى تماما وبين رجع بسبب اردوغان. فطبعا كلها انتقامات سياسيه وانتقامات فيما بعد حتى سياسيه، هي اصبحت يعني انتقامات شخصيه. اردوغان يريد ان ينتقم لشخصه لانه حس انه يهان يوميا ولا يستطيع ان يفعل اي شيء امام الاتحاد الاوروبي، فبيحاول ان هو يعني يخلط الاوراق هل مجدي هل وارد وارد في القمه الاوروبيه اللي هي بعد بكره بعد يومين تاخد قرارات عقابيه، تاخد فرض عقوبات على تركيا؟ وارد يعني وارد جدا لان خلينا برضه نقول ان اردوغان منح مهله لمنتصف ديسمبر كحد أقصى إذا لم يعتدل ولم يتراجع عن تصرفاته الاستفزازية، ودي المصطلحات اللي استخدمها الاتحاد الأوروبي مش أنا اللي بستخدمها. إذا لم يتراجع ويتوقف عن أفعاله الاستفزازية لن يتورع الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات قاسية، وبالتالي وارد جدا إنه يتم فرض عقوبات على أردوغان، لأنه مرة ثانية أردوغان تخطى كل الحدود وخلط جميع الأوراق وأصبحت القصة يعني قصة غير محتملة. وبالمناسبة أصبحت قصة غير محتملة على الصعيدين السياسي والشعبي، يعني برضو دي نقطة مهمة جدا. يعني لحضرتك لما بتمشي النهاردة في الشارع وتقابل أوروبي وتكلموا على إردوغان يعني يسيبك ويمشي خلاص، يعني مش عايز يسمع منك. الاسم نفسه أصبح يعني مؤلم بالنسبة حتى للداخل الأوروبي. وتعلم يا أستاذ أحمد أن الداخل أن الشعب الأوروبي إن لم يجد قادته يعني واقفين فعلا لأردوغان، القادة نفسهم سيختفوا، لأن الأوروبيين كشعوب خلاص وصلت برضو للحد الأقصى من أردوغان، يعني إلى الحدود القصوى. يعني لا تتخيل كمية التعليقات والتقارير الإعلامية والتلفزيونية التي تبث في التلفزيونات الأوروبية عن أردوغان. حتى النهاردة في الحقيقة كان في يعني تقرير شبه كوميدي كان عن أردوغان وعن تركيا، لما راحوا تركيا التلفزيون بلجيكا راح تركيا وسألوا الناس وانتوا أردوغان ليه، تعرفوا ليه أردوغان بيقول لكم تقطعوا المنتجات الفرنسية؟ محدش عارف يجاوب، يعني محدش برضو الناس مش فاهمة ايه اللي بيحصل اساسا في قلب تركيا. وحتى سألوا الناس ايه المنتجات التركية المنتجات الفرنسية اللي بتخش عندكم، برضو الناس مش عارفة، يعني حتى الناس مش عارفة، انما حاسه ان في كده مشكله في اتنين بيتخانقوا مع بعض. يعني الناس الاطراف بعض الاطراف كانوا بيتكلموا في التلفزيون بيقول لك اصل هو تقريبا في خناقه ما بين اردوغان والرئيس الفرنسي. فبالتالي يعني حتى التقارير الاعلاميه اللي بقت تبث بطريقه ساخره عشان توري الى اي مرحله وصل اردوغان. مجدي، لانه في اتفاقية جمركية ما بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وهناك اتفاقية ما بين تركيا وما بين فرنسا تبادل تجاري حوالي 15 مليار دولار، وكانوا السنة اللي فاتت بيتكلموا يرتفع إلى 22 مليار دولار، 8 حصة
تركيا وسبع حصة فرنسا. هذا الأمر ربما يؤدي أيضا للاتحاد الأوروبي ياخد قرارات فيما يتعلق بالاتفاقية الجمركية بين تركيا والاتحاد الأوروبي. الحقيقة ان دي يمكن الجزء اللي كانت بتتكلم عليه أورسولا فان دير لاين. يعني أورسولا فان دير لاين لما بتتكلم عن عقوبات موجعة لتركيا اللي هي رئيسة المفوضية فقط عن هذا الجزء. رئيسة المفوضية. رئيس المفوضيه، لان ودي طبعا سهل ان احنا كنا نفهمها مباشره، لان أورسولا فان دير لاين لا تتحدث سياسه، أورسولا فان دير لاين فقط تتحدث اقتصاد. ودي ده هي دوت شغلك، الشغل الاساسيه للمفوضيه الاوروبيه. وبالتالي لما تتحدث أورسولا فان دير لاين على امكانيه استخدام كل امكانيات الاتحاد الاوروبي وفرض عقوبات موجعه على تركيا، كانت تتحدث في الحقيقه عن هذه النقطه تحديدا. ولا اتصور يعني، وبالمناسبه برضو يعني اردوغان يعلم تماما ان اوروبا تتحدث عن 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 هذه النقاط من مسائل الجمارك والصادرات والواردات وكل هذه الامور، فهو يعلم تماما. وبالمناسبه برضو اردوغان عارف امتى بيقف وامتى بيخاف وامتى بيرجع، لان هو برضو يعلم تمام العلم ان اوروبا اذا فرضت فعلا عليه عقوبات اقتصاديه سينهار الاقتصاد التركي الى ما لا رجعه، وبالتالي لو انهار الاقتصاد التركي هو اول واحد هينهار في الداخل، لان برضه لا اتصور ان الاطراف مش حاسين بتركيا عامله ازاي. تركيا من 20 سنه، من 20 سنه فاتت كانت واحده من اكبر اقتصادات العالم، النهارده رسميا يعني بناء على تقديرات كل المؤسسات الاقتصادية العالمية الاقتصاد التركي شبه انهار تماما. لم ينهار بسبب يعني بسبب سوء الأحوال الاقتصادية في العالم، إنما انهار بسبب إدارة سيئة من أردوغان، والأتراك يعلمون هذا ويعلمون ذلك عن ظهر قلب. وبالتالي يعني بقيله حته صغيره وتنهار تركيا بالكامل، وساعتها لن يفرقه الشعب التركي. مجدي، النهارده الليره الدولار ب 8.19 من 100%، ودي اكبر يعني انهيار للليره ربما في ال 30 سنه الماضيه. بالظبط، من 22 سنة تحديدا على حسب تقديرات بعض المؤسسات الاقتصادية. طبعا ده انهيار يعني مرة ثانية، الاقتصاد حين نتحدث عن اقتصاد نتحدث عن أرقام، والأرقام مش زي السياسة. يعني السياسة كل واحد ليه رؤية، ده ليبرالي، ده علماني، ده اشتراكي وهكذا، فكل واحد ليه وجهة نظر مختلفة في حين نتحدث عن السياسة. إنما لما نتحدث لما نتكلم على لغة الأرقام والليرة وصلت لإيه ومستوى دخل الفرد وصل لكام والقوة الشرائية بقت إيه، وكل الكلام ده كله لما نحطها في أرقام محدش يقدر. أهو 18.19 ما هي يعني، فالأرقام دي بتقول تركيا وصلت أو الوضع الاقتصادي في تركيا وصل لإيه. وده برضو مرة تاني يعني حتى أردوغان نفسه ما يقدرش ينكره، لأن ليه أرقام. أردوغان يستطيع ان يعني يلعب بالالفاظ ويحاول انه يخلق حاله او حرب داخليه او حاجه تخلي الناس تنشغل فيها علشان ما يفكروش في الارقام، لانه ما يقدرش ينكر لغه الارقام. مجدي يوسف من بروكسل بشكرك شكرا جزيلا. من شويه انتهت الاجتماعات الخاصة بسد اثيوبيا، واللي عقدت اليوم بحضور وزراء الخارجية والموارد المائية في والري في مصر والسودان واثيوبيا برئاسة وزيرة خارجية جنوب افريقيا.